لكم بنات، كي دايرين؟ بخير. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. بغيت نحضر معكم واحد الشاورما اللي كتجي بنينه وسهله ورائعه البنات، جربوها وما غاديش تندموا عليها ان شاء الله، غتولي معتمده عندكم. ندوزو المقادير. هنا البنات عندي يعني صدر ديال الدجاج مقطع على الطريفات بحال هكا طويل. هنا عندي كما كتشوفوا شويه ديال زيت العود. في التوابل عندي شويه ديال الكيتشوب، شويه ديال الملح، وشويه ديال البابريكا والبزار، وشويه ديال الخرقوم، وقريصه القرفه، والثومه مطحونه. هنا يا البنات عندي دانون يعني مسوس، دانون طبيعي. ناخذ دوك الطريفات ديالي، ناخذ اي اناء كنخدم فيه، وغادي نحاول نشبلهم باش نخليهم يترقدوا مزيان في ديك الاقامه. غادي ندير هنايا معلقه كبيره ديال دانون طبيعي مسوس، وغادي نزيد عليهم دوك التوابل اللي شفتو معايا، وغادي نخلطهم مزيان. يعني دايما بنحط شويه ديال زيت البلديه، زيت العود، كما تقولوا البنات غادي تحركوا مزيان باش يشربوا ديك التتبيله، وتسدوا عليهم وديرهم في الثلاجه يعني الوقت الكافي اللي عندكم. الا كان الوقت تقدروا تخليهم ليله كامله، ما كانش الوقت تقدروا تخليهم ساعه ولا ساعتين، راه كافيه. المهم هنايا من بعد انا درتو في الثلاجه خليتهم ومعاود جبتهم. هنا عندي دانون يعني علبه ديال ياغورت كامله مسوس. هنا عندي البنات الثومه بودر، شويه الزعتر مليحه لي بزار، صوص الجيريان، معلقه ديال الموطارد، وهنا عندي معلقه المايونيز، عندي شويه زيت العود. البنات هنايا استعملت غير ولا المايونيز البنات، الا كان المايونيز من الاحسن. ومن البنات هو الدجاج من بعد ما تبل ليا مزيان كيجي رائع البنات، كيجي شارب ديك التتبيله. قد ما خليتو قد ما كيجي زوين. هنا عندي البنات ياغورت مسوس، وعندي زيت البلديه، وعندي البنات توابل، عندي شويه ديال زيت البلديه، وغادي نزيد داك يعني داك الموطارد ومايونيز ولاصوص الجيريان، شويه ثومه بودر، زعتر، ملح، حليب، بزار، باش غادي نصايب الصلصه ديالي. بنات الصلصه كتجي زوين 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 بزاف، وغادي تنفعكم بزاف ديال الحوايج، ماشي غير في الشاورما، كتجي مع تاكوس، كتجي مع برجر، كتجي مع سندويشات عاديين، المهم كتجي زوينه البنات، غادي تعجبكم ان شاء الله. المهم غادي تخدموها هنا مزيان، تنساج منين كل شيء دوك المكونات اللي درنا فيها. غادي نزيد هنا شويه ديال زيت العود، وغادي نزيدها البنات من بعد واحد القطره ديال الحامض، شي معلقه كبيره تقريبا ديال الحامض، وغادي نخلط مزيان ونخدموها البنات مزيان حتى تخلط لكم. صافي هنا غادي نزيد الحامض، كيعطي حتى واحد اللون زوين. صافي البنات، وغادي نبدا نجمع الشاورما ديالي. غادي نطيب بعدا يعني الدجاج، ومن بعد غادي نجمعهم. بقاو معايا البنات باش نوريكم الطريقه كامله. كنتمنى ان شاء الله البنات تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش البنات من التعاليق باش كنعرف واش كيعجبكم الوصفات ديالي، واش نزيد نكمل. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم البنات. المهم هنا خديت مقيله غندير فيه واحد شويه ديال زيت البلديه، وغادي نطيب الشاورما ديالي. هنا شويه ديال زيت البلديه وشويه ديال الزيت العادي ديال الطياب، زيت نباتيه. صافي فوق البوطه البنات غادي نشحرها مزيان.
جبنات من بعد ما طابت غادي نحيدها، كتبقى هذيك ديك الزويته ديالها طالقه ديك النسمه كنشحر فيها البصله باش حتى هي كتشرب ديك النسمه ديال الشاورما، كتجي زوينه البنات. تبعوا البنات الطريقه ديالي وغادي تعجبكم انا متاكده. غادي نشحر ديك البصيله ديالي صافي، وغادي ندوز نجمع الشاورما ديالي. وبنات انا هنا كنستعمل الخبز ديال طاكوس، استعملت العيش وما لقيتش زوين، لقيتو كيتقطع شويه. المهم انا غير يعني سلكت معاه وصافي. يعني الطريقه انا كنت باغا نحلو نمرو من الداخل، يعني الطريقه ديال الشاورما العاديه، ملي ما لقيتو كيتقطع ما يمكنش ينحلو، غادي تقطع كامل صافي. درت يعني عمرتو غير هكاك، اما هو يعني ملي كتحل كتعمري من الداخل هذا كتلوي كيجي يعني سهل، وكيجي ما كيبقاش كتفك لك العماره حشوه. المهم انت ما انا غير يعني درت الطريقه اللي جاتني سهله على حساب العيش ديالي كان كيتقطع. مهم نتوما ديروا الطريقه اللي غتسلككم. المهم دهنت بلاصوص ودرت شويه ديال يعني الدجاج ديالي، وغادي ندير الطماط وغادي نجمع. غادي نبقى البنات حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي على نفس الطريقه. شويه ديال البصله، شويه ديال الدجاج، والطوماط الدوائر، كيبقاو ثاني يقدروا تزيدوا الخس بالنسبه اللي كيبغيو الخس، يعني كيجي حتى هو زوين صافي. بنات من بعد غادي ندوزو في بريزه هذا البانيني. من هنا كملت الكمية اللي عندي، غادي ندوزو في هذا البانيني وغادي نكمل. نتوما البنات راه كان كيتقطع ليا، انا غير حاولت معاه. المهم ها هي الشكل ديالها كيفاش كتجي، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. المهم البنات راه كيجي مذاق رائع 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 بزاف، كنتمنى تجربوها وتجاوبوني في الكومونتير، وما تنسونيش من لايك والتعليق ديالكم، وشكرا بزاف بزاف. إلى اللقاء.